يا ميت مرحبا. زمان كان في حافلة بتقل مجموعة من العلماء لدراسة الحياة البرية في إحدى القرى النائية، وعلى مشارف هذه القرية انقلبت الحافلة ومات جميع العلماء الذين كانوا على متنها. فبلدية القرية خدت قرار بدفن جميع العلماء في القرية تخليدا لذكراهم، ودفنوهم في مقبرة مع بعض، ووضعوا بوابة على المقبرة، وأمرت البلدية أن البوابة المقبرة تفتح في يوم واحد من أيام الأسبوع لزيارة أقاربهم وزويهم. فتصادف وجود قبر العالم الفرنسي بجوار قبر العالم الهندي، كما تصادف أيضا وجود زويهم وأقاربهم الملتزمين جدا بالزيارة في هذا الميعاد. فكان دايما الراجل الفرنسي بيجيب حلة أنيقة كده وبدلة شيك، ومعاه في إيده باقة ورد يضعها على قبر العالم الفرنسي، وكان بيجي راجل هندي رس الثياب وفي يده صحن رز ويضعه على قبر العالم الهندي. ودارت الأيام يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة، لغاية ما الراجل الفرنسي حب أنه يستهزئ بالراجل الهندي، فبص له كده وقال له: قل لي، هو امتى صاحبك الهندي ده هيطلع عشان ياكل الرز؟ فبص ليه الهندي وبكل هدوء قال له: لما يطلع صاحبك الفرنسي علشان يشم باقة الورد دي. فالشاهد في القصة دي أحبابي إننا بندير حياتنا وفق معتقداتنا وثقافاتنا وعقيدتنا وما تربينا عليه واللي اتنشأنا عليه، واللي هي بتكون جزء من منظومتنا الفكرية، إذا ما كانتش بتكون كامل المنظومة الفكرية طبعا. فما الإنسان إلا حزمة من المعتقدات والثقافات والعادات والتقاليد، وبالتالي فإحنا بنحكم على الآخرين من منطلق عاداتنا وثقافاتنا وتقاليدنا ومنظومتنا الفكرية. فاللي بيكون مناسب لمعتقداتنا دي وتقاليدنا دي بيكون هذا الإنسان على صواب، واللي بيختلف عن معتقداتنا وتفكيرنا وتقاليدنا دي فبنقول إن الإنسان ده على خطأ. للوهلة الأولى بتجد إن باقة الورود الفرنسية هي أشد جمالا من صحن الأرز الهندي، ولكنك لو تأملت الحادثتين بعمق تجد أن باقة الورود الفرنسية ما هي إلا صحن الأرز الهندي، ولكن بأسلوب حديث. إحنا ما بنعيشش لوحدنا في الكوكب ده، الآخرين بيشوفونا غريب الأطوار نتيجة لاختلاف المعتقدات والثقافات والعادات والتقاليد عنهم، وإحنا برضو كده بنشوفهم غريب الأطوار برضو لنفس السبب. أسهل طريقة لفهم سلوكيات الآخرين هو فهم العقلية اللي أنتجتها. أوعى تفتكر إن أنا بدعوك لترك معتقداتك وثقافاتك وتقاليدك وعاداتك علشان ترضي الآخرين أو إرضاء للإنسانية، أبدا. أنا عاوزك تتمسك بعاداتك وتقاليدك وثقافاتك ومعتقداتك، ولكن وانت وبتتمسك بيهم اعلم تماما إن هناك أناسا آخرون لهم ثقافات مختلفة وعقائد مختلفة وتقاليد مختلفة، ودول بشر أيضا، وإحنا لو كنا عشنا في ظروفهم كنا هنبقى نسخة منهم بالظبط. لكن إحنا بناخد عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا على اعتبار إنها أداة قياس أشبه بمقياس ريختر للزلازل. فالإنسان عندنا هو اللي بيوافق عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا، غير كده يبقى مش إنسان. يا أحبابي، آمنوا باللي بنتوا بتأمنوا بيه، وتمسكوا بالمعتقد اللي انتوا نشأتوا عليه والثقافة اللي انتوا نشأتوا فيها، وكونوا فخورين بذلك وعلموها أولادكم وأولاد ولادكم طالما شايف إن هو ده الصح. ولكن تذكر إن الكوكب اللي عايشين فيه ما هو إلا فندق كبير، وإن إحنا ليس النزلاء الوحيدين فيه. تتنوع العادات لتنوع الثقافات واختلافها، وكما قال ابن خلدون: لولا تنوع الأذواق لفسدت السلع. وتذكروا دائما أن باقة الورود الفرنسية ما هي إلا صحن الأرز الهندي، ولكننا تقبلنا باقة الورود الفرنسية لأنها خرافة شاعرية. دي كانت أول ونسة لينا في ونسات تيوب، وفي ونسات كتير جاية إن شاء الله. أرجو أن أكون أفدتك ووصلت لك معلومة في وقت سريع. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.